البطولة الوطنية. ومشاهدي القناة الرياضية الموريتانية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أمل فريق تججة إلى مواصلة التألق والتغريد في الصدارة. هنا على الصورة قائد فريق إنجا، وكذلك طبعا قائد فريق الشرطة. إذا هكذا تابعنا طبعا دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد بوبكر الحاج أمين عام فريق الحرس الوطني. إذا إشارت الانطلاقة وانطلقت المباراة بين فريق الشرطة وفريق التججة. فريق الشرطة تعود عن طريق كرة خطيرة 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 خطيرة، هدفه القريب، قريب الأول، الأول قريب، كرة خطيرة يتألق. خمس جولات وهنا دكة بدلاء فريق الشرطة، مع دكة بدلاء فريق التججة كذلك. هنا الفرصة وعلى البحث عن هدف أول، كرة خطيرة أبوسي أو يعقوب دينا. يا أبوسي على الصورة الآن، أبوسي يترك الكرة لزميله، الكرة خطيرة الآن، خطيرة عرضية 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 عرضية، كرة خطيرة. ما تزال خطورة الكرة ولكن تعود تبعد عن طريق سيدي مولاي في الملعب الأولمبي. ينتهي الشوط الأول بمباراة الشرطة وتججة بالتعادل السلبي. نلقاكم في الشوط الثاني أحبتي الكرام. يبدأ الشوط الثاني بمباراة فريق الشرطة وفريق تججة. تصل تعود لصالح شقالي، خطيرة خطيرة من شقالي، شقيلة سيدي مولاي سيدي مولاي سيدي مولاي سيدي مولاي سيدي مولاي سيدي مولاي، وإلى ركنية أولى في الشوط الثاني. ولا خطيرة عن طريق سيدي مولاي، وقبله الشقالي. مامادو يلعب الكرة طويلة، يبحث عن راسي. كرة الأمور على فريق تججة. سيدي مولاي، مامادو مامادو مامادو، الله يا سلام في المرمى. هدف أول لصالح فريق تججة بكرة ثابتة بهذه الطريقة. يا سلام على الكرة، استقرت في مرمى فريق الشرطة الوطنية. يا له من هدف أول يأتي في هذه اللحظة. ما قال لأبنائه أو وجههم حسب الشفاء، قال لا نريد أن نستقبل أهداف، نحن وضعنا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، كرة جميلة كرة جميلة كرة جميلة، يا سلام. ولكن في هجومات فريق تججة على مستوى هجوم التماسيح الزرقاء. سيدي مطر، يا سلام يا مر، الله 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 الله، خطيرة خطيرة خطيرة، يا سلام. جول، دخلت لكي أسجل الثاني. وصايا المدرب كانت هكذا وهكذا أوصاني. الثاني لصالح فريق تججة في مرمى فريق الشرطة الوطنية. هدف ثاني يأتي مجسدا للأمان ومحرزا لحتى الآن العلامة الكاملة لصالح زرقاء تججة. هنا مرة سيدي معطلة، هداف وصانع أهداف، يا سلام، بقيمة كبيرة، قادم من الرياض، أحد أبناء الرياض، يتألق مع تججة. والكرة بالثاني لصالح غرموقة موسى تراوري. هكذا أوصاني بأن أسجل الثاني بالنسبة لحديث المدرب والمهاجم. ثاني الأهداف في هذه اللحظة، وثلاث دقائق محتسبة كوقت بدلا من الضائع في عمر المباراة وفي شوطها الثاني. وانتهت المباراة في هذه اللحظات بصفارة الحكم علي طبعا ألسان بفوز فريق تججة على فريق الشرطة هنا في الملعب الأولمبي برسم الجولة الخامسة من البطولة الوطنية.